في برشا حالات الدنيا تكون قاسية على البشر، تحرموا من برشا حاجات، التعبوا، لكن في نهاية الرحلة وبرشا محبة النتيجة تكون الوصول سلامات لبر الأمان. وهذا فعلا ملخص صحيح لحكاية عايدة وسالم، اللي على قد ما الدنيا قسات عليهم إلا أنه وبفضل حبهم الكبير والعجيب والغريب في نفس الوقت نجموا يقلبوا كل الظروف لصالحهم. أنا ديما نقول أنا مرأة محظوظة على الآخر، خاطر أنك عرفت من وقتها كنت نحس اللي أنا ملكت الشمس والدنيا والقمرة والعالم كله، حسيته ملكي دايا بالمحب متاع سالم ليا. يعني أنا حتى قبل كنت عندي ثقة في روحي كبيرة وكل شيء، مي كي أنا أكثر إنسان هو كي ألو بونور، إنسان كي أم وكي سوغا أمي. دوكو انا وقتها حسيت فرحه بالعمل، وقتها كنت نخاف، نقول له نخاف لي هيدي نحسها حلمه. يعني من الاول كي عرفت سير مقدس جيتي في الفنتين انا عمري وقت دوكو وزيد اللي هنا. علاش خليني قلت الكلمه ذيك في المرضى متاعي، مش نحكي على الهانديكاب، ما كانش مقلقني ولا انا ما عنديش دين، خاطر وليت دخلت في الكوتيديان تاع سالم شنو يعمل لي، وليت في الكوتيديان ما عادش مقلقتنا. سالم يعرف شنو يقد لي، انا نعرف كيفاش فين نقعد وكيفاش لازم يقد لي، كيفاش يلبس لي بروتيزي، يعني سي لو كوتيديان. ايما المرضى نتاعي عرفتني اللي سالم قديش يحبني بحق. مرضى نتاعي كانت يعني مرضى قوية برشا وفيها بوكو دي سيمبتوم اللي خايبين بالنسبة حتى المرأة كيف هي تبدا انسو شانجو حدها. باغ كونتخ انا كان زين يقول لي كل شيء، كي راني انا متقلقة هو يقول لي مش انا مقلقة، لا سافا ولون باسيغ مونتيك. نقول له انا برا بلي برا شوف، خذ امرأة خذ امرأة أخرى. يقول لي إذا كان إذا كان يقول لي كان جيت أنا ممكن في يوم ما مش نخمم ناخذ امرأة، مش توا ما عمري ما خمشني خمرة أخرى. المرضى متاعي حسيتني المحبة متاع سيم هو، وفصلت عمليتي كيفاش كان وجهه كي خرجت من الأوبيراسيون، في ريتو كيفاش كلم أصحابنا القراب والبعض، الخوف متاعو علي. ومرة أخرى زيد عملنا أكسيدون كيفاش أنا وقتها يعني دخت فقدت الوعي شوية، هو يقول لي نسمع فيه قايم فيه يقول لي بسم الله حبي ليه قوم قوم، معناها يعني أنا حتى وأنا مش في الكونسيس كليم طلع انكونسيامون ممكن انا سمعته ما كانش مبرمج. يعني في برشا حاجات يخليني انا ديما متاكده 100% اللي انا اكثر من متاكده اللي رجلها يحبها على الاخر. فما عباد فهمتني راي فهمني مرته تمرض الى واحد يبعد عليها ويقول لك نحبها وجايب صغار وكذا فهمني، راه ريت انا برشا قدام عينيا كذا فهمني، اقل مرضى فهمني صاي فهمني حتى تمرض باعصابها كذا طلقتو. انا مستعد كانت انتم قادرين على الحكايه باش تقصوا لي يدي وتعطيهم لنورمال من اول مره، ما غير كذبه دايره. اذا كان ثم طبيب قادر هو باش يعمل العمليه هذه يعملها، تفضل يعملها. يقول لي ديما من اول ما عرفني ديما يقول لي فيها، يقول لي وقتها وقتها نحكي وبعد ساعات انا في الكونتكس نتاع زرع الاعضاء وكل شيء، يقول له عمليه صعبه على الاخر. قال لي انا نتمنى كان جيت، معناها من اول ما عرفني سين قلت مني كان جيت تجم انت تاخذ يد من يدي، هكا يد انا نجم استعملها، وحتى كي نبدا بعيد عليك هون يدي عندك نجم تستعملها. في سن 5 سنين وبسبب حادث كهربائي عايدة تفقد يديها الزوز وساقها، ومن وقتها بدأت رحلة التحدي ضد الظروف وصعوبات القدر. أنا وقتها عمري 5 سنين بعد عيد ميلادي ب15 يوم خرجنا نلعب أنا وأخويا وولاد عمي كل شيء فوق الصح، ومفيت كنت أنا مغرومة ياسر إني نلعب مع الموين صغير. يا أخي بعديك هزيت العصا متاع الغدوات، هي ديجا العصا وقتها يعني ناقل جسم ناقل كما نقولوا للضب. يا اخي انا هزيتها كي العصا، والوقت الضو مش مغلف دون لو طون في 84 نحكي لك 23 نوفمبر 1984 فيت لاكسيدونتي. يا اخي وقت هضر الميكرون طحت خويا يقول لي قوم عايده قوم، انا ما نجمش اقوم. مشاو هزوني وقت السبيطار نيفل، بعديك مشيت عزيز عثمانه تذيب تلمع زيت بيه، قعدت خليني في الانعاش كان زوغي يحاول يعمل يعني يعاود رينوفمون تاع الدوره الدمويه. أغلي مساج بصال بغيلوغ دي فيبر سانغين، دونك ما عادش نجمو كون يعملو لامبيتاسيون، ويزم لي بارونتي ويفقو باش يعملو لامبيتاسيون بوغ يفيفغ، دونك هيكا لي شنو أسر. من بعد يعني صارت لامبيتاسيون كانت عملية كبيرة برشا، بعد
كملت حياتي نحس عادية راهو أنتو كيفي ما نعرفش نقول هكا خاطر خاطر دخلت نقرا يعني مع في ايكول نورمال كانت تم تحديات مش ما كانتش مي كنت نكتب انا نكتب بكدي بكدي يعني خاطري تحفون على الاخر كملت القرايه بعديك وصلت سيزيام اني سكوندير كنت ديما الاولى من التركاس بعد امي بابا طلقوا دخلت في حياتي الدنيا كل يا لوخي انا وقتها بطلت قرايه 12 سنه بعديك وقت جبت بنتي سلوم عرست بسالم كل شيء هو شجعني على الاخر باش نرجع نقرا وانا ما نسيتش القرايه حتى عام كنت نيتي اني نكمل الباك ونكمل الماجستير اني ان وقتها دخلت في في الباك دو مينديس عادي تاني تطور الباك نتاعي تو في كل مرة كانت الدنيا تظلام عايدة وسالم كانوا يلقاو في حبهم برشا نور يعديهم الطريق الصعيب كل مرة كانت الظروف صعيبة كان حبهم هو اللي حللهم برشا بيبان مسكرة وكل مرة كان اليأس يدخل حياتهم كان حبهم هو اللي يزرع لهم برشا أمل في ثنيتهم ريته هو قديش يحبني من لولا حزنت قلت يا ربي علاش حبني بالطريقة وقتك نتذكرها نولي مش نبكي أكل كان تاع الفرحة قلت ما كانوش حبني بالطريقة ذي عليه راهو فيه حزين ولي تقول يا ربي إن شاء الله أنا نبر على جيله هو باش ما يحزنش كي أنا نبدا عليه وعلى جيل بنيتي زيدة يعني سيتي لو كونتكست نتاع أقوى لي غولاسيون نتاع إنك أنت عندك بين ربي نحس أنا ربي يسمعني راهو ما أنا نحس اللي أنا جو سوي كوم سا باسكو عندي رسالة مش هكيكة مش من عبث إني كنت أنا المختارة الوحيدة طفلة الخمس سنين إني نعمل الأكسيدون باسكو فم معليش ما فهميش حاجة دي عبثا إن قبل مثلا نعرف سالم هو بطبيعته ربي هذاك مقدر وأنا كنت قبل ما نعرفه قول يا ربي لازمني نعرس إنسان يحبني على الآخر وأنا نحبه على الآخر وسيتي جيت سي لا لوا داتراكسيون دي باسكو تحب حاجة من هون يديك يعني ما كنتش نحس حتى نهار حتى في عركنا حتى ساعات أول ما أول ما بدينا نتعاركوا أنا وسالم كنت نقول لهم ليه ما تقدليش كل حاجة؟ قال لي اسمع هات تو احنا متعاركين نقد لك واحنا متعاركين معني بحتى باش يعمل لي حاجة نتعارك ما كانوش بعضنا لكن باش نقد لك حاجة ما تقوليش ما تعملها ليش دخل هذا غير بالنسبة لعايدة سالم مش مجرد زوج أو شريك حياة هو يديها وهو ساقيها وبالنسبة لسالم عايدة هي الشخص اللي غير له حياته وخلاه يشوف الدنيا بنظرة فيها برشا أمل وتفاؤل مهما كانت الظروف صعيبة اللي هي صغيرة بكل صغيرة كي جات في مخي و صغيرة هي فهمتني تعوم في البحر كي جات في مخي قلت هذه كي تكبر شكون بها زيت مشيت 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 سنين وخذيت مرأة على روحي أنا وعرست فهمني وطلقت فهمني وبعد التجأت لذي وكان ما خذيتش هذه ما نخوش حتى مرأة دي. جميع باش ناخذ مرأة هذه تعجبني برشا حكاية قرايتها فهمني وباهية و حاجة مثيل من حمد حشمس يعني يقول لها مش كيسيون تقول حاجة هكيكا يعني نحس كهرب هرب بالموضوع ما تهربش احكي دغري دغري ليه ما تقولش هكاكا ليه ليه قول يا اخي نورمال كيما تقول هذيك فهمني حاجة معروفة حبيتها بطبيعتي علاش حبيتني قاعدة في مخي سؤال صغيرة قاعدة في مخي فهمتني شنو علاش حبيتك؟ فما بشر يسأل علاش حبيتك؟ حبيتك على كل شيء. أي على كل شيء شنو مثلا نعطيني حاجة؟ كل شيء شنو شنو؟ إي كنت تقولهم لي علاه ما تحبش تقول تو تحسب؟ باغ إكزومبل نقول له عمرك ما ندمت اللي احنا عرسنا وقت اللي احنا أون سو بلوك في برشا حاجات وقت اللي تي أوبليجي باش يكون معايا إي لا أوفيغ سا في بور موا يكون معايا احنا زوز اعتبار واحد يعني نقول له ما ندمتش حتى نهار يقول لي ليه؟ نقول له ما جديتكش كيستيون كيفاش باش نعيش ولا كيفاش نقرا ولا كيفاش هو أول فرصة جيت إني أنا عرفني نحب نقرا رجعني نقرا خاطر إلي تي إن يلزمنا أنفيرس أن بو لي رول نتاع شكون أنا سيتويسيون فينونسيغ وأنا نخدم وباش يكون في سيتويسيون الآخر
نيك ما تسألش ولا قال ولا قال زعما كيفاش ناخذها مرتي هذيا كيفاش نعيش ولا كيفاش باش نخدم كيفاش نتلي بالدار وهي كيفاش هيك كل ما جاش في راسه يعني دونك هو كي تعمل ان بو هكا نعملوا ريكول ونشوفوا الاناليز كله يعني اكل الحب من غير فرونتير من غير ليميت ومن غير تفكير باسكو ميخائيل نعيمه ديجا يقول لك عين الحب عمي متراكم بوزيتيف ان فيت سي سا سيتي سا سي لو فري امور قاعد كي نشوف الكومباسيون كيما تحكي انت مش تكون علاقه دامور ونتاع صغار وكل مي باش تكون هكاك مش دومش لي فانتين داني هذوما والحاجات دي. حكايه عايده وسالم ليها خلاصه واحده انه مهما يصير وحده الحب هو اللي ينتصر في الاخير.